نقدم لك مجموعة من الوصفات البسيطة مع جبنة كرافت كريم القابلة للدهن. حضري وصفة خبز النان بالثوم والكزبرة مع الجبنة والمخلل الشهية هذه الليلة. لهذه الوصفة ستحتاجين إلى جبنة كرافت كريم القابلة للدهن وهذه المكونات. ابدأي بتسخين خبز النان بالثوم والكزبرة، ثم غطي خبز النان الساخن بطبقة سميكة من جبنة كرافت كريم القابلة للدهن. أضيفي مخلل الليمون فوق الجبنة لتصبح هذه المفاجأة الشهية جاهزة. ستجدين وصفة خبز النان بالثوم والكزبرة مع الجبنة والمخلل اللذيذة هذه على صفحتنا في الفيسبوك. انضمي لنا واستمتعي بالطعم الأصلي لمزيد من المرح.